راديو أسود. السلام عليكم خديجة. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. شكرا لينا وليك إن شاء الله. باش كتمني؟ الله يخليك أختي. أنا بغيت غير نقول لك واحد السؤال. بغيت غير نعرف كيفاش كتستعمل لك خيط مع الحين. كيفاش كتستعمل لك خيط مع؟ مالحين غير عادي غير لك خيط. مالحين كيفاش كيتستعملوا؟ كيفاش تصوبيهم؟ باش نطيبهم. واخا أميمة، شنو تقولي بعد البوتينة اللي هي اليوم معنا مباشرة من فرنسا، شنو تقولي لها؟ تبارك الله عليها زعما، كان أنا غادي نجرب كاع شي كتقول. تبارك الله عليها. بارك الله فيك حبيبة قلبي، شكرا. بارك الله فيك. بوتينة، شنو تقدر تقول أميمة اقتراحك ونصيحتك ليها الكريب مالحين؟ بالنسبة نقدر نعطيها واحد العجين ديال الكريب، يمكن ديرها حليب ويمكن ديرها مالحة. واخا أميمة؟ واخا شكرا. شنو هي بوتينة؟ غادي تقول لك شنو دير. غادي تقطع 300 غرام ديال الدقيق تقريبا، ثلاثة ديال البيضات، ضيفي لهم جوج المعالق كبار ديال الزيت، وخمسين غرام ديال الزبدة مذوبة، وخمسة وسبعين سنتيلتر ديال الحليب، على حسب تاني الدقيق، يعني حتى يولي عندك الخليط شي كسائي، كل شي كسيدة تعرفو لا تكتشر ديالك. بغيتي ديري حليلو كضيفي ثلاثة المعالق كبار ديال السكر وفانيا، بغيتي ملح فترشي غير شوية د الملحة على حسب الذوق ديالك. نعود المقادير بوتينة. واحد عندنا 300 غرام ديال الدقيق مع 3 ديال البيضات، 3 المعالق كبار ديال السكر إلا بغيتو حليلو، وشوية ديال الملحة إلا بغيتو مالح، مع 2 المعالق كبار ديال الزيت، 50 غرام ديال الزبدة مذوبة، 75 سنتيلتر حليب، وعلى حسب حتى يولي الخليط شي بسائل كيف ما قلت. مروا الطريقة، غادي نقبطو بلاندر ولا في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نضيفو البيض، الحليب، الزيت، والزبدة نكونو ديجا مذوبينها، وشوية السكر والملح والدقيق، تنقلبو هادشي كاملة بيها على سرعة متوسطة، تنقلبو شي صالادية وتنغطي بفيلم أليمونتير. وتندخلوا الثلاجه لتحت نص ساعه، وابخي تطيبي كيجي غزال وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه والراحه. اشنو ظهر لك اميمه؟ سهله هالطريقه؟ سهله بزاف اختي سناء. شكرا اختي سناء. نعم. واش ممكن نقدم لك واحد الكيكه وهي في 10 سهله؟ واخا غادي نطلب منك تبقاي معايا على الخط. انا بغيت فقط نسول بوتينه، واش عمرك جربتي بوتينه؟ سبق لي جربته هناك ايضا اخوات اللي كانوا قدموا لنا هالطريقه ديال تحضير الخليط ديال لي كريب من الاول. الخليط ديال لي كريب من الاول كيكون منسم، تيكون منسم مثلا يا اما بشويه ديال التحميره والسودانيه او بالاعشاب او ايضا بالصبانخ اللي كيتطحنوا مع الخليط، واحد الورقه ولا جوج الصبانخ اللي كيتطحنوا مع العجينه ديال لي كريب، وكيعطيو من الاول. تديك العجينه ديال لي كريب تتكون ملونه بحال دوك لي بوريتوس ديال امريكا اللاتينيه. واش عمرك جربتي هذه المساله؟ وي حبيبتي ديالي، وفيك لي جربت حتى بالماء ديال الباربا. زوينين هادو. تيجي واحد الوقت تتحمي مرا، وجربت بالسبانخ، وجربت بالكركي مع بالخرقوم البلدي. نعم. كيعطيو الوان رائعه. وبالنسبه للتنسيمة طومون دو فوا جربت مره بالقهوه، مره بالزفت ديال الحامض، وبيان سيغ لي بالبرتقال كريم سيدات لي مشهور. ومره ثانيه جربت بالاعشاب المنسمه، بالحبوب عفوا المنسمه، شويه ديال السانوج وشويه ديال زرع الكتان وهكذا نواج بيهم. وهادو باش نتفقوا كلهم كتزيدهم في البلندر، يعني في الخلاط الكهربائي في الكاس ديالو، وكتخلط، وعاد من بعد كيرتاح الخليط نص ساعه، وعاد تبدا طيب الكريب ديالك. وي حتى البافو تيجي مع الحامض غزال، هذيك العطه فاش كتعطي كيبقى يطبق في السنان، ومع النسبه ديال الحامض تيتواتى غزال بزاف. كنصح الاخت تجرب الحامض تعمل معاه شويه البافو. بالنسبه للماء الباربا شحال الكميه اللي تنصحي بها الاخوات؟ على حسب الكميه ديال الحليب نقصتيها النص. يعني الا درنا واحد 75 سنتيلتر ديال الحليب، السيده دير غير واحد 35 ديال الحليب، وتكمل ب 30 ديال الماء الباربا. تبارك الله عليك يا بوتينة. الا عندك ايضا فكره ديال العماره او الحشوه لهاد لي كريب المالحين، حنا غادي